السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدو شي كوان خاوي، ديروا الكيتو وطفاو الضو. مشينا. سميتي يوسف، طالب جامعي. خديت الإجازة ديالي وبقيت سنين بلا خدمة، ومن غير هادشي كرهت العالم كامل، حتى دارنا براسهم كرهتهم بسبب قاع داك الضغط اللي كان عليا، وحتى الصحاب ما عمرهم ما كانوا عندي حيت كنت انطوائي بزاف. كنت كنكره اي حاجه سميتها بشر، ما كنقدرش نقرب ليهم نهائيا اولا ندوي معاهم. كنت كنحس بهم مرض نفسيا، وفي نفس الوقت كنت كنحس بلي تابعين غير المصالح ديالهم، وهذا الشيء كان كيعصبني بزاف وكيزيد يكرهني فيهم. داكشي علاش ما بقيت كنخرج، ما بقيت كنشوف حتى شي واحد، كنبقى غير في البيت ساد عليا. حتى من الدار كانوا مخلوعين عليا، كانوا كيقولوا لي خرج خرج قلب لك على خدمه. اطول مده خدمتها هي 7 ايام، من موراها خرجت بسبب المدير ديالي. كنت كنشوفو كيفاش كيتحكم فينا وكيبغي حتى هو غير مصلحته فينا، ديما الغوات والصداع، كيبغينا نخدمو كتر من السوايع ديالنا، وهادشي اللي خلاني نبعد على الناس كاملين. هادي عام تقريبا خدمت في واحد الشركة، وهاد الشركة عجبتني الخدمة فيها بسبب واحد البنت اللي غيرت حياتي كاملة والنظرة ديالي للبشر. عكست ليا صورة جديدة ليهم. هاد البنت كانت سميتها حياة، كنت كنبغيها بزاف. كنا ديما كنخرجوا بجوج وكنهضروا في التليفون. هادي اول مره ليا غنبقى نتواصل مع شي واحد. بقينا تقريبا شي 6 شهور مع بعضياتنا، ولكن تعلقت بها بزاف في هاد المده. كنت كنشوفها هي سفينه النجاة باش نخرج من الظلام اللي انا عايش فيه. لقيت فيها كاع داكشي اللي بغيت، الحب والحنان وشحال من حاجه، والشخصيه ديالها كانت كتعجبني بزاف. كانت قارية وكتعرف بزاف الأمور، كتفهمني وكنفهمها، بدلتني بزاف وكنت مرتاح معاها. حتى جا داك النهار المنحوس اللي قالت لي فيه باللي تخطبات. طبيعة الحال أنا وياها ما عمرنا ما هضرنا في هذا الموضوع ديال الزواج ولا الخطبة. الغلط ماشي ديالها ولكن ديالي، حيت أنا كيف ما قلت لكم كنت انطوائي وما كنعرفش كيفاش نجبد بحال هاد المواضيع. اللي قالت لي بلي تخطبات ما قدرتش نوقفها او نقول ليها بلي انا باغيها. حنيت راسي وزدت في حالي، هي تقلقات مني وما قدرتش نمشي نتصالح معها ولا نقول لها اسمحي ليا ونعاود ليها شنو طاري. حقدت عليها ديال بصح، شي حاجه لداخل ديالي كتقول لي سير ودير لها شي مصيبه. زادت الانطوائيه ديالي، وفي نفس الوقت كنت كنبغي نمشي للخدمه غير في سبيل باش نشوفها، واخا كنت وليت كنكرهها. اللي كتجي عينيا في عينيها ما كنقولش لها حتى السلام. الشوفات ديالها بردو من جهتي، ما عرفتش شنو السبب اللي خلاها تقبل بشي واحد اخر من غيري. واحد النهار كنت واقف حداها بالصدفه وسمعتها كتهضر مع واحد البنت صاحبتها. قالت لها فوقاش غنفرحوا بيك؟ قالت لها من مورا 15 يوم الى بقى كلشي هو هذاك غادي نتزوجوا ان شاء الله. انا ما قدرتش نكمل الخدمه في ديك النهار، نزلت ديك الخبر عليا في حس الصاعقة. عفت ديك البلاصة وخرجت كنجري، مشيت للدار نيشان. دخلت لبيتي وقلت لهم حتى شي واحد ما يهضر معايا ولا يدخل عليا. الدار كانت عندي فيها الوالدة وجوج خوتي صغار، دري وبنت. اما الوالد كيجي غير مرة في شهرين ولا 3 شهور، حيت كان خدام برا البلاد. الغد ليه ديال ديك الليلة جا الوالد، دخل عليا البيت حيت انا ما خرجتش كاع نسلم عليه. قال لي مالك شنو عندك؟ قلت ليه ما بغيت والو وما بغيت نهضر مع حتى شي واحد. في العاده الوالد لي جاوبو فحال هكا كيتسيف عليه ويبدا يغوت، ولكن استغربت ملي شفتو خرج وسد عليا الباب. الوالده وخوتي الصغار كانوا فرحانين بزاف حيت الوالد رجع، اما انا كنت باغي نبقى غير في البيت وما حاملش نخرج ولا نشوف وجههم. الا كان فيا الجوع كنتسنى حتى يوصل نص الليل، حتى كنحس بيهم نعسو كاملين، كنهبط نقلب على ما ناكل. كيف ما قلت لكم نعزلت تماما على البشر،
رجعت دخلت في ديك الحالة ديال الاكتئاب اللي كنت فيها شحال هادي، وزادت كسر هاد المرة. كنت كنكره هذاك اللي خطب حياة وخا ما كنعرفوش. سمعت باللي حتى هو خدام معانا، ولكن هو مسك عليه الله ولا باس عليه وكبير في السن. المهم داك النهار بقيت غير في البيت. في الليل طلع عندي خويا، دخل بلا ما يدق. نط بديت كنغوت عليه وكنقول ليه علاش ما كدقش، علاش دايرين الناس الباب. هو عارفني كيفاش داير، كعما كيخاف مني وما كيتقلقش. بدا كيتسناني حتى ساليت الهضره ويقول لي هبط تكلم الوالد. قلت ليه واخا يا سير انا غنتبعك. نط كنجر في رجليا بزز باش قادر نهبط عنده. ما كنت حامل نسمع حتى شي كلمه من عنده. كنت كنحس براسي عيان وضايخ، في نفس الوقت فيا الجوع، ولكن ما مشاهين ناكل حتى شي حاجه. هبطت لعندهم لقيتهم كاملين جالسين. قال لي الوالد كيف بقيتي؟ قلت ليه بخير الحمد لله. قلت ليه هكا غير باش ما يبقاش يسولني بزاف، حيت ما قادرش نهضر معاه. قال لي راه المدير ديالي في الخدمة عارض علينا العرسو، غنسافروا كاملين لمدة 7 أيام، من موراها أنا غنكمل الخدمة ديالي وانتوما رجعوا بوحدكم. راه شحال هادي ما خرجتو وفوجتو. شفت فيه وقلت ليه غير خليني في الدار، انا ما حامل نتحرك لحتى شي بلاصه، انا بلاصتي في بيتي. ما بزش عليا نمشي. قال لي على راحتك. قال لي ولكن كيفاش غتبقى بوحدك لمده 7 ايام؟ قلت ليه الوالد انا راه ماشي باقي صغير، نقدر نبقى بوحدي. قال لي على خاطرك، المهم حنا راه غدا في الصباح بكري غادي نمشيو. قلت ليه الله معاكم، توصلوا بالسلامه. الغد لي كانت عندهم طيارة مع 2 د الليل. ارتاحيت ملي شفتهم مشاو، حسيت بشوية الحرية في الدار، نقدر نخرج فيما بغيت وما نتلاقى مع حتى شي واحد فيهم بلا ما نسمع الصداع ديال الوالد او نقرد الوالدة. كنت كنحس بهم وخا والديا حتى هما كيكرهوني. ملي مشاو هبطت نيشان الكوزينة، دخلت حليت الثلاجة ولكن ما لقيت حتى شي حاجة واجدة. في نفس الوقت حسيت براسي بحال باغي نبكي، عينيا كيهبطوا منهم الدموع بلا ما يشاوروني، ونفسيتي مدمرة ديال بصح. مشيت لبيتي عاوتاني وبقيت جالس فوق فراشي حتى طلع النهار وانا باقي في بلاصتي. كنفكر ننتقم من اي واحد اذاني، حتى من دارنا كنقول ما غادي نخلي حتى شي واحد. بقيت في ديك الحاله كنلوم اي حاجه جات في بالي. بقيت هكاك حتى داني الناس. فقت مع 8 د العشية، كان الهدوء في الدار، حسيت براسي شوية مكالمي. نط شعلت الضوا وغسلت وجهي، شعلت التلفازة باش نتلاها شوية، ولكن بقيت خدامة 5 دقايق وانا نوض. ولا كيجيني كل شي تافه. رجعت طفيت قاع الضوا وجلست فوق فراشي. غير كنفكر وقاع الافكار اللي في بالي هما ديال الانتقام، يا اما ننتقم او لا ننتحر. حتى سمعت شي هضره في ودنيا، داك الصوت ما عرفتوش منين جاي، واش شي واحد معايا في البيت او لا ما معاياش اصلا. الصوت قال لي واش باغي تنتقم؟ انا غنعاونك، كل شي كيكرهك ولكن انا ما عمرني ما كرهتك، دير يدك في يديا وغادي توصل لكاع داكشي اللي بغيتي. شويه مشى داك الصوت، مشيت شعلت الضو وبديت كنقلب في البيت ولكن ما لقيت حتى شي واحد. كنت مخلوع شوية، وفي نفس الوقت كنت باغي نبرد على راسي وكنقول بلي غير صوت الأفكار ديالي. من بعد بديت كنغوت وكنقول شكون لي هنا، خرج لعندي. شوية حتى بان ليا الباب ديال الماريو تحل بوحدو وعاود تسد. داك الخوف اللي كنت كنحس بيه زاد اثر عليا، النفس ما بقيتش قادر نطلعها. كنت خايف لا يكون شي واحد دخل عليا للدار. نط كنسد في الشراجم. في ديك الوقيته كانت الشتا كتصب، حسيت براسي عرقت بزاف بسبب الحوايج اللي كنت لابسهم. كنت لابس شي حوايج تقال، بديت كنحيد فيهم باش ندخل لفراشي ونعاود الناس. ملي حيدتهم وساليت حسيت بشي حراره في ظهري، شي سخونية بحال شي واحد واقف من مورايا. كنسمعو هو كيتنفس. درت بزربة ولكن ما لقيت والو، قلت يمكن غير كنت خايل وصافي.
تكيت فوق فراشي وتغطيت. بديت كنسمع شي اصوات في البيت عندي لداخل، في كل بيت ماشي غير في بيتي، وحتى في الكوزينه كنت كنسمع الماعن فحال الوالده فيها. كنسمع الدقات، البيبان كنسمعهم كيتحلو ويتسدو غير بوحدهم، وفي الدوش كنسمع بلي الماء مطلوق. كنت خايف نوض من بلاصتي، خفت لا نشوف شي حاجه اللي تزيد تكمل عليا. زاد الشتا كتصب كتر وصوت الرعد ما بغاش يحبس. من الخوف اللي كان فيا خطيت راسي بديك الكاشه اللي كانت عليا، دوك الاصوات ما بغاوش يحبسوا. شويه ويسكت كلشي، صوت الشتا وحتى الاصوات اللي كانوا عندي في الدار. في ديك اللحظه تحل الباب ديال البيت، واخا انا كنت متاكد باللي سادو من الداخل. كنت خايف نخرج راسي من تحت البطانيه، من موراها ما بقيت سمعت والو. بديت كنهز راسي بشويه بشويه باش نشوف شنو واقع. مني خرجت راسي بديت كنشوف، وتصدمت من داكشي اللي شفت. باليا واحد الضو احمر جاي من جهه الباب، واخا انا كنت عارف باللي قاعد الضواو طافيين. ما عرفتش داك الضو منين جاي، شويه حتى بان قدامي. كان فحال شي خيال، قلبي في ديك اللحظه كان كيضرب بالزربه. من موراها شاف فيا وقال لي واحد الهضره اللي باقا حتى لدابا كتدور في راسي. قال لي انا ما جايش باش ناديك، انا جاي باش نعاونك، حيت انت مظلوم وظلموك بزاف الناس وخاصك تنتقم منهم. انا غنعاونك في هذا الشيء، غنخليك تنتقم بالطريقه اللي انت باغيها، خاصك غير انت توافق. الا كنتي موافق قول لي واخا. عاود نفس الهضره تقريبا شي 5 المرات. من بعد ما تاكدت باللي الصوت ديال بصح وما كانت خايلش، قلت ليه اه انا موافق. قلت ليه ولكن انا خايف منك، شكون انت وكيفاش دخلتي للدار؟ شويه ضرب فحال البرقع في البيت عندي لداخل، وبالي وجهه. كان وجهه كيخلع، كان ماشي غير وجهه، كله كيخلع، وجهه فحال محروق وديك القشره هابطه عليه. ما عمرني في حياتي ما تخيلت غنشوف شي حاجه بحال هكا. من بعد ضربات واحد الرعده تخلعت بزاف ورجعت تخبيت تحت المانطه. بديت كنقول مع راسي لا لا يوسف فايق راك غير كتحلم. في نفس الوقت سمعته كيقول لي انا غنولي الظل ديالك، فيما مشيتي غتلقاني معاك. انا كنت معاك من صغرك، وحتى دابا انا باقي معاك. جا الوقت باش تخليني نعاونك ودير يدك في يديا، انت غير قول واخا. قلت ليه واخا انا بغيتك تعاونني، قلتها وانا كنت راعد. كنت كنحس برجليا نعسو عليا وكنحس بحال من ملين عليا، وشويه بشويه داكشي بدا كيطلع لي للفوق لدرجه ما بقيتش قادر نحرك رجلي. بدا داكشي طالع حتى وصل لصدري، شويه وصل لوجهي، وتماك صافي غيبت وما بقيت عاقل على والو. حسيت براسي في واحد الظلام كثر من اللي كنت فيه، واقف في بلاصتي وما عارفش انا فين، ما قادرش نتحرك. من موراها سمعت صوت جاي من مورايا وكيقول لي مرحبا بك، مرحبا بك في العالم ديالك. ملي درت باش نشوف داك الصوت منين جاي، لقيته واحد اخر ماشي نفسه اللي شفته قبيله. هذا كان مبدل عليه بزاف، حتى في اللون ديالو مبدل عليه. كان عنده واحد الشعر طويل، شعره مغطي على وجهه، كتبان باللي عنده غير عين واحدة. قلت ليه وانا خايف شكون انت؟ قال لي انا خدامك من هاد اللحظة. قال لي حل الباب وطلع. وانا ما كنت كنشوف قدامي حتى شي باب. قال لي تيق بيا غير دفعو وطلع. شفت قدامي واخا ما كان كيبان لي والو، ولكن دفعت داك الباب وطلعت. تميت طالع في الدروج، انا طالع وكنحس بالحرارة كتزيد في الجسد ديالي. كنحس براسي كنتحرق، وفي نفس الوقت ما بغيتش نحبس. هو ورايا وكيقول لي زيد كمل. ملي وصلت للفوق حسيت براسي في شي بلاصه واسعه بزاف، واسعه وما كان فيها والو من غير الفراغ. ملي درت ورايا ما لقيتش هذاك اللي كان تابعني. ما عرفتش واش داكشي بصح ولا كنت كنتخايل. كنت كنتلفت باغي نقلب على شي واحد اولا نشوف شي حاجه اللي تعاونني. بقيت كنتلفت حتى بان ليا واحد الراجل كان عادي في حاله في حال كاع الناس. كان لونه اسمر
الحاجة الوحيدة اللي مبدلة فيه علينا هي عينيه، كانوا عينيه كاملين صفرين، ما عندوش داك البياض اللي كيكون عندنا. انا ما قدرتش نهضر معاه، بقيت غير كنشوف فيه. قال لي كاع داكشي اللي بغيتي غيتنفذ. بقيت غادي معاه، ما عارفوش فين غادي بيا، حتى وصلنا لواحد البلاصه هز يديه هو يتحل واحد الباب كان كبير بزاف. ملي تحل داك الباب بانوا ليا كاع الناس اللي اداوني في حياتي، كاع الناس اللي كنت حاقد عليهم وكنكرههم. الاستاذ اللي قمعني قدام التلامذة كاملين، الدري اللي كان ديما كيتعدى عليا ملي كنخرج من الليسي، الوالد اللي اتهمني بالشفرة شحال من مرة وكيبيتني برا الدار. وما بين دوك الناس كاملين شفت مزيان، بانت لي حياة واقفة مع واحد الراجل، يمكن هو خطيبها. بان ليا هداك اللي شفتو في الاول كاع، هداك اللي وجهه محروق. وعاود قال لي نفس الهضره، قال لي بمن بغيتي تبدا. شفت في الاستاذ اللي كنت حاقد عليه وما عمرني ما نسيت داكشي اللي دار فيا، وقلت ليه بغيت نبدا بهذا. قال لي ولكن عندي لك واحد الشرط. قلت ليه شنو هو؟ قال لي خاص تسني على العهد ديالنا. قلت ليه وكيفاش؟ ويتبان قدامي واحد الورقه كانت مكتوبه بشي حروف اللي ما عرفتش نقراهم، كتبان قديمه ومقطعه. شاف فيا وعطاني واحد الموس وقال لي اجرح يديك ودير شويه من دمك عليها باش هكا تكون وافقتي على الشروط ديالي. داكشي اللي درت بلا ما نتردد، جرحت يديا ودرت الدم على ديك الورقه. من موراها بان لي داك الاستاذ وهو كيتحرق قدامي. قال لي صافي كون هاني، الانتقام ديالك راه وصل. في ديك اللحظه فقت من داكشي اللي كنت فيه، لقيت راسي في الدروج طالع للسطح ديال دارنا. وقفت عند الحيط بديت كنحاول نتنفس، ولكن الحاجه اللي صدماتني هي ملي شفت في يدي ولقيتها دايزه بالدم في نفس البلاصه اللي ضربت فيها يدي بداك الموس. يعني هاد الشيء ما كانش حلمه، كان بالصح. قلت شكون اللي غيثق بيا؟ شكون اللي غيثق بيا الا عاودت له هاد الشيء؟ هبطت من تماك، مشيت نيشان حليت كاع الشراجم حيت كان النهار طلع، وجدت فطوري وجلست كناكل. وفي نفس الوقت كنت كنفكر في داكشي اللي طرا ليا. خرجت برا الدار باش نجيب شي حاجه ناكلها للغدا. دوزت نهاري الكئيب كيف العاده، ما كندير حتى شي حاجه مهمه حتى وصل الليل. مشيت لفراشي باش نعس، يلا حطيت راسي فوق المخده حتى كنسمع صوت تقرقيب في الكوزينه بحال الا شي واحد فيها. حاولت ما نتسوقش ولكن داك الصوت كان مجهد. نط باش نشوف شنو واقع، شويه ويخرج لي واحد المشك حل من تماك. قفزت من بلاصتي، ما عرفتوش منين دخل. انا من النوع اللي ما كنحملش المشاش، بقيت تابعو وباغي نخرجو ولكن كان كيجري بزربه. كانوا عينيه كيخلعوا بسبب الضوء اللي ضارب فيهم. عييت ما نتبعو ولكن والو، ما قدرتش نشدو، شويه ما بقاش بان ليه الاثار. مشيت تكيت في بلاصتي وسديت عليا الباب. ديك الليله عاوتاني ما نعستش بقوه الاحلام اللي حلمت. هداك الجن ولا ما عرفتش شنو هو جا عندي عاوتاني وقال لي بلي خاصك تنتقم. بدا كيشجعني وكيعاود لي كاع السيناريوهات اللي طراو شحال هادي باش يكرهني اكثر في البشر. بانت لي حياتي هي وراجلها مزوجين وكيضحكوا وعايشين السعاده. تماك زدت حقدت عليهم كثر، حسيت بالعافيه شعلات في قلبي وقلت ليه باغي ننتقم من هذاك اللي دا ليا البنت اللي كنبغيها. بقى كيضحك وقال لي صافي كون هاني. فقت في الصباح كيف العاده، مشيت وجدت فطوري وجلست كنفطر. شاد التليفون بين يديا وكندوز في ستوريات، شويه هو يبان لي ستوري د حياه كنقول واش ندخل ليه ولا لا. ملي دخلت كنشوف لقيتها كاتبه ادعيو معاها ينوض بالسلامه. جاني الفضول باش نعرف شنو واقع وصونيت ليها، لقيتها كتبكي وقالت لي باللي راه راجلها دار كسيده وحالته صعيبه بزاف. فرحت من الداخل وفي نفس الوقت ما بغيتش نبين ليها. قلت لها واش بغيني نجي لعندك؟ انا كنت باغي غير نستغل الفرصه ما حدو هو ما كاينش ونوقف جنبها باش ترجع معايا. مشيت حتى وصلت لعندها السبيطار ودخلت. في ديك اللحظه خرج عندها الطبيب وقال ليها بلي راجلك ما يقدرش يعاود يتمشى على رجليه وبلي بزز حتى عتقوه من الموت. بقات كتبكي وطاحت في الارض
وانا استغليت الفرصة ومشيت كنعنق فيها. هزات راسها فيا ولقاتني كنضحك وعاجبني الحال. تماك سعرات عليا وقالت لي خرج من هنايا، انت محال واش تكون بشر، انا كنكرهك. هضرتها ضراتني بزاف، واخا انا ما كنتش كنتاثر بكلام الناس. خرجت من تماك وزدت حقدت عليها وحلفت حتى ننتقم منها حتى هي. مشيت دخلت للدار، سديت كاع البيبان والشراجم وبديت كنزدح وكنرمي اي حاجه وكنغوت. كنقول لي خرج لعندي، خرج لعندي فين ما كنتي، انا بغيت ننتقم من وحده اخرى. شويه حتى حط يدي على كتفي وقال لي واش بغيتيها تموت. درت لعندو وانا كنشوف في وجهه اللي كان كيخلعني، واخا ولفت عليه وقلت لي لا لا ما بغيتهاش تموت، ولكن بغيتها تتعذب في حياتها، بغيتها تحماق، بغيت السمعه ديالها تطيح ما بين الناس وتا شي واحد ما يبقى يديها فيها. قال لي جيب ورقه بيضة وستيلو احمر. بدا كيملي عليا شي كلمات وانا كنكتبها، وشي حروفه وشي طلاسم اللي ما فهمتهمش، كيوريني كيفاش نرسمهم، وعاد شي ارقام باللغه العبريه. قال لي اكتب فيها سميتها وسميت امها، وداكشي اللي درت. قال لي طوي ديك الورقه على 6. قال لي جيب شي عشوب. بديت كنقلب عليهم في الكوزينه وبزاف حتى عرفتهم. وقال لي ديك الورقه خاصك دير فيها شويه ديال النجاسه. من بعد شديتها وبديت كنحرق فيها. هو كيضحك وعاجبو الحال، وقال لي ما حد هاد الورقه كتحرق وقلبها كيتحرق، وانا عجبني الحال حيت كنتقم من الناس اللي ضروني بواحد بواحد، كنشوفهم كيفاش كيتعذبوا وكيعانيوا. لغد ليه فكرت باش نرجع للخدمه ونشوف شنو طاري، واش بصح الانتقام ديالي الدار ولا لا. تلاقاني المدير ويقول لي شتك نتايا كتجيها فوق ما قالها لك راسك. بديت كنعتذر منه وقلت لي راه غنجيب لك شهاده طبيه حيت كنت مريض. دخلت بانوا لي الناس كيوشوشو بيناتهم وكيضحكوا، ولكن انا كيف ما قلت لكم من نوع الحدودي، ما بغيتش نمشي نسولهم شنو طاري. شويه هو يجي عندي واحد خونا كان ضاسر، عنقني وقال لي واش شفتي اختنا شنو دارت. شفت فيه وانا ما مسوقش وقلت ليه شكون اختنا. قال لي هذيك اللي كنتي معاشر معاها. جبت تليفونه وبدا كيوريني في التصاور، كانوا شي تصاور ديال حياته وهي عريانه ومع واحد خونا، ما عمرني ما شفت وجهه. انا بقيت مصدوم. خونا قال لي انت كتشوف راجلها مليوح في السبيطار ومشلل وهي دايره ما بغات. اصلا داك الراجل كلشي كيقول بلي تجوزاتو على قبل الفلوس حيت كبير عليها بزاف. شويه بانت لي حياتها هابطه كتجري وكتغوت. هزات ساكا وخرجت من الخدمه، دازت ما قدامي. بقيت كنضحك وعاجبني الحال. رجعت للدار وانا فرحان وعاجبني الحال. شويه حتى خرج قدامي داك الجن ولا ما عرفتو الشيطان، ضحك وقال لي كي جاك داكشي، انا نفدت لك كاع داكشي اللي بغيتي ودابا جات نوبتك. قلت ليه واحد في حالك شنو غيبغي مني انا؟ قال لي خاصك دير شي طقوس باش تثبت الولاء ديالك ليا. شفت فيه وانا مازال ما فاهم والو. قلت ليه طقوس كيفاش؟ شرح ليا. قال لي اول حاجه خاصك دير ما تبقاش تدوش لمده 30 يوم، وبغيتك تصلي في هاد 30 يوم وانت ما موضي ما مدوش، خليك ديما على نجاسه. داك القران اللي عندكم في الدار وكيقرا فيه الوالد ديالك بغيتك تشدو بين يديك، بغيتك تقطعو بورقة بورقة وتلوحو في الطواليت. انا مازال كنشوف فيه وما فاهمش لاش كيطلب مني هادشي. قلت ليه علاش غندير هادشي، انت شنو غتستافد؟ قال لي هادشي كيزيد يقويني اكثر، كيف ما نفذ الطلبات ديالك خاصك دير حتى انت دياولي. قلت ليه ونفرضو انا ما وافقتش على هادشي؟ قال لي نخليك تشوف اللي ما عمرك ما شفتيه، غنعيشك في الجحيم، غنخليك تمنى الموت وتندم على النهار اللي جيتي فيه لهاد الدنيا. صافي في ديك الساعه غبر من قدامي. لغد ليه الوالده جات هي وخوتي الصغار، اما الوالد بقى تماك. قلت مع راسي ما غنديرش داكشي اللي قال ليا. فقت وانا كلي كنتحرق بحال العافيه شاعله فيا. بديت كنغوت بحر جهدي. الوالده جات عندي ودخلت البيت كتجري، بدات كتقرا في القران، كتقيس ليا في جبهتي وكتقول لي مالك شنو طاريلك. كنسمع شي صوت في راسي كيقول لي قول لها تسكت، وهي مازال كتزيد تقرا في القران. شويه حتى طاحت حدايا مجبده، انا تخلعت، اول مره غنتحط في موقف بحال هذا.
ما عرفت شنو ندير معاها، بقيت غير واقف حداها. دخلوا خوتي الصغار، اختي مشات كتجري لعند الجيران، جاو وديناها للسبيطار. الطبيب قال بلي جاتها بحال سكتة قلبية، ولكن الحمد لله قدروا يعتقوها. وانا في السبيطار بان ليا واحد الراجل سمر بحال هذاك اللي شفتو في الحلم، كيشوف فيا وبقى كيضحك شويه وهو يزيد في حاله. ملي شفت الوالده في ديك الحاله تحرك في الداخل ديالي واحد الاحساس اللي مش حاله دي ما حسيته، مش حاله دي ما حسيت بتاني بالضمير. ديت كنغوت وكنقول لي خرج لعندي لهنايا، شنو دارت لك الوالده؟ علاش اديتيها؟ قال لي انت اللي درتيها هكا، انت اللي ما بغيتيش تنفذ الطلبات دياولي. قلت ليه على ضد هادشي اللي درتي ما غندير لك حتى شي حاجه طلبتيها مني. دخلت ضد فيه باش ندوش، الضو كيمشي ويجي وانا ما بقيتش خايف، المرايه تهرسات قدامي وداك الصوت كان كيخلع، صوت اللي كان في الداخل ديالي. كملت تدواش عادي، قلت ما بقيت خاسر والو، الا بغى يقتلني غير يقتلني، اصلا اديت بزاف الناس ومستاهل هادشي اللي غيطرالي. شعلت التلفازه وطلقت القران شويه وهي تحبس، طفات بوحدها. واخا هادشي كامل اللي كيطرى ما كنتش مسوق، مشيت خديت القران اللي عندنا في الدار وجلست كنقرا فيه. تيقوني الا قلت لكم البيبان والشراجم كيتحلوا بوحدهم ويتسدوا، والدار ولا فيها واحد الجو ثقيل بزاف بحال الا ما كاينش الاكسجين. صونا التليفون، ملي جاوبت لقيتو الواليد. قال لي ولدي راه عندي لك شي خبار، واش الوالده ديالك حداك؟ ما بغيتش نعاود ليه بلي الوالده في السبيطار. قلت ليه شنو طاري؟ قال لي انا راجع للدار، راه جراو عليا من الخدمه. صراحه حتى والديا ما كانش عندي معاهم، ولكن ما بغيتوش ياذيهم. اللي وصل الوالد وسول على الوالده قلت ليه راه ما كايناش. وعاودت ليه شنو طرا ليها. مشينا للسبيطار، الطبيب قال لينا عندي لكم شي خبار. ملي قلت ليه شنو واقع قال لي الوالده ديالك خصها عمليه ضروري، وهاد العمليه غتكلفكم شويه الفلوس. كانت العمليه غاليه بزاف لدرجه ان الوالد اضطر يبيع الدار باش يخلصها ليها، حيت كيف ما قلت لكم الوالد جراو عليه من الخدمه وما بقاش عنده الفلوس. كنت كنشوف عائلتي كتدمر قدامي، وهادشي كله بسببي. واحد النهار فقت وانا مقرر باش نقتل راسي وندير نهايه لحياتي. اول حاجه مشيت للسبيطار لعند الوالده وطلبت منها السماحه. هي كتقول لي علاش غنسمح ليك؟ كنقول لها غير سمحي لي وصافي. خرجت من تماك نيشان لواحد الجرف اللي كان تحته البحر، وبغيت نلوح راسي من تما. حتى بان لي واحد الشيباني كان جالس كيصيد، ملي شافني جا عندي كيجري وقال لي اش باغي دير؟ قلت ليه بغيت نلوح راسي. قال لي ولد مازال صغير في حالك باغي يقتل راسو. بلا ما نحس لقيت راسي كنعاود ليه شنو عندي وكاع داكشي اللي درت. قلت ليه راه اداو بزاف الناس في حياتي. قال لي هما ما يقدروش ياديوك، لا ما سمحتيش ليهم انت باش ياديوك، انت ضعفيتي بزاف قدامهم ودرتي لهم كاع داكشي اللي بغاو. كانوا كيسيروك كيف ما بغاو، والحل الوحيد عندك هو التوب. رجع الله ورجع لعائلتك، انتحار ولدي ماشي حل ومعمرو ما كان الحل، غادي تزيد تعذب تما اكثر من هنا. شفت فيه وعنقته وقلت لي عاوني عافاك. ومن تماك داك السيد ولا بمثابة الاب الثاني ديالي، كان روحاني كبير وخا ما بيناش عليه، وعلمني كاع داكشي اللي كيعرف. وليت ديما معاه في دارو، ديك دارو كانوا كيطراو فيها حوايج غراب ولكن زوينين. وليت فرحان بزاف وانا معاه، قليل فين كنمشي لعند دارنا. الوالدة رجعات بخير، ولينا عايشين غير في دار الكراء، ولكن الحمد لله رجع عندي الامل في الناس، ما بقيتش انطوائي بحال اللي كنت. وكانت هذه هي قصتي. خوت هنا كتسالي قصتنا، ما تنساوش تعاونونا بالبارطاج وتخليونا كومونتيرات زوينين. نتلاقاو في القصة الجاية، والسلام عليكم.